ملامح مبادرة جديدة بدأت تتشكل، يسعى المجلس الرئاسي الليبي من خلالها لإنقاذ مسار العملية السياسية في البلاد وجمع طرفي الأزمة الحالية من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لضمان حدوث توافق بينهما وإجراء الانتخابات في موعدها نهاية هذا العام. هدف المبادرة الأساسي هو إنقاذ موضوع المسار السياسي الذي يؤدي لانتخابات وحث الأطراف المعنية على الحديث بشكل واضح وصريح على التحديات التي تحول دون حسم القاعدة الدستورية، فسنجمع الأطراف المعنية معا على طاولة واحدة نستمع إلى مشاكلهم. أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة رحبوا بالمبادرة مطالبين بعقد اجتماع بين المجلسين لحل الخلافات بينهما رغم صعوبة حدوث توافقات من واقع تجاربهما السابقة. إجراء مصالحة سياسية بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب عن طريق المجلس الرئاسي فكرة صائبة، نتمنى أن يوفق المجلس الرئاسي في هذا المسعى وأن يبدأ بالاجتماع بين رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة. مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع قانون انتخاب السلطة التشريعية، وهو بذلك يتمسك بما يراه اختصاصا أصيلا له في إصدار القوانين، وهو ما يعتبره مراقبون مؤشرا على صعوبة نجاح مبادرة المجلس الرئاسي. اعتقادي بأن مجلس النواب هو فعلا يتمسك بحقه في مسألة أنه هو صاحب أو مصدر التشريع الوحيد، وأن مجلس الأعلى الدولة هو عبارة عن مجلس استشاري ولا يحق له في مسألة الدخل في عمل السلطة التشريعية أو في مسألة إصدار التشريعات. وتأتي هذه المبادرة الرسمية الليبية وسط انسداد في أفق المساعي الأممية لضمان إنجاز الانتخابات في ليبيا. كلما اقترب موعد الانتخابات في ليبيا تعالت الأصوات مطالبة ببذل مزيد من الجهود لضمان إنجازها رغم تشبت السلطتين التشريعية والاستشارية بشأن الأحقية في إصدار القوانين أو التوافق عليها. رافت بالخير، الحرة، طرابلس.